Two forces are applied to the construction bracket as shown. Determine the angle theta, اللي هي الزاوية دي, مع محور الx, which makes the resultant of the two forces vertical, اللي تخلي المحصلة vertical, طبعا لتحت. Determine the magnitude r of the resultant. احنا متفقين نمثل كل قوة ازاي, ادي اف واحد وادي اف اتنين وادي الار. الار احنا عارفين ان هي فيرتيكال, وبالتالي في اتجاه الاكس تساوي صفر. خلينا الاول نكتب الاف واحد والاف اتنين. الاف واحد 800 نيوتن, مع محور الاكس معروفة زاويتها 70, يبقى 800 كوساين 70 اي في اتجاه الموجب. طب بالنسبة للواي يبقى سالب لانها نازلة لتحت, 800 ساين 70 جي وحدتها نيوتن. طيب بالنسبة لاف 2, الاف 2 مع محور الاكس رايحة كده 425 كوساين ثيتا اي, بس بالسالب انها رايحة يسار. ولتحت بالنسبة للواي سالب 425 ساين ثيتا ان. هو بيقول لي انا عايز الزاويه ثيتا اللي تخلي المحصله فيرتيكال. معناها ايه فيرتيكال؟ معناها ان الار اكس بصفر. طيب طالما الار اكس بصفر, اذا احنا نقول كده, او بما ان الار اكس تساوي صفر, اذا ال 800 كوساين 70 ماينس 425 كوساين ثيتا يساوي صفر. كل دول في اتجاه الاي. نجيب الثيتا 800 كوساين 70 ناقص 425, او خلينا نقول يساوي على طول تقسيم 425. طلعت الكوساين شيفت كوساين, يطلع الثيتا او تطلع الثيتا 49.9. يبقى دي الزاوية اللي تخلي الار اكس تساوي صفر. طيب عايزين قيمة الار واي, بيقول لي determine the magnitude r of the resultant. يبقى الار واي, الار بتساوي ار واي, بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الحتتين دول اللي هي ماينس 800 ساين 70 وماينس 425 ساين 49.9 اللي احنا لسه حاسبينها. فطلع الجواب ماينس 1077 نيوتن. يبقى احنا حللنا كل قوة في الاي والجي, جمعنا الايات سويناها بصفر, جبنا الثيتا, وبعدين جمعنا الوايات, جبنا قيمة المحصلة ملهاش اكس بقى, ليها واي بس, فطلعت 1077. هو طالب الماجنتيود, اذا الار واي ممكن نعمل كده تبع قوسين, او يعني خطين بتوع الابسولوت, 1077 نيوتن من غير الار. طبعا ده متجه, يساوي الار واي كمتجه, لكن الار واي از سكيلر لان عايز الماجنتيود بس, يساوي 1077 نيوتن, وما يهتمش بالاشاره.